قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. من أي ظلمة تدخل في ظلمة؟ لأنه شو اللي بيدخل على فكرة؟ يعني الجهل إذا استمر يدخل في ظلمات كثيرة. الجهل، الجهل ظلمة، تدخل في ظلمة المعصية، الجهل تدخل في ظلمة التخبط، تدخل 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 تدخل، يعني في ظلمة أدت لظلمة. فهذا بشكل عام غاسق إذا وقب. ومن هنا ممكن ظلمات بعضها فوق بعض، في حين شو قال هناك؟ نور على نور. لما كان بده يتكلم عن الهداية وذكر الأنوار، نور على نور. ولما بذكر ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. فنحن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أي ظلمة تدخل في ظلمة، لأنه أي ظلمة تدخل في ظلمة. ظلمة الشهوة تدخل في ظلمات المعصية، ظلمة الشرك تدخل في ظلمات كثيرة، ظلمة الشك تدخل في ظلمات ظلم الناس وتفاصيل أخي كثير. إذن أما لما تجد المفسر بيعطيك مثال من أمثلة غاسق إذا وقب، وأكثرها بيذكروها أمثلة حسية، هي أمثلة وليس تفسير، هي أمثلة وليس تفسير للآية، الآية شاملة. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. أجو قالوا النفاثات في العقد ساحرة، الساحرات، قال كانوا بيعقدوا وبينفثوا. انت بتعطيني يعني مثال على مع النفاث في العقد ولا بدنا نفسر؟ اذا في فرق بين اعطاء مثال وبين التفسير، ايش المقصود؟ فلذلك احنا بنيجي من قزم معنى الآية في حيثية معينة، نقزم معنى الآية في حيثية معينة. لا، ومن شر النفاثات في العقد. نيجي أول شيء للنفث. النفث أولا، في عندك النفح أشد منه النفخ، أشد منه النفث. إذن لاحظوا، وحتى لاحظوا التعبير، لاحظوا النفح هذا شو؟ النفخ، النفث. وذاك شو منقول بالنسبة للأفعى؟ تنفخ سمها، تنفث. وطائرة نفاثة، لأنه أشد. إذن في عندك إذن أدنى المراتب النفح، أعلى منه النفخ، أعلى منه النفث. والنفث قد يكون حسي، قد يكون معنوي. بعضهم لما قال النفث يكون فيه ريق حتى يسمى نفث، لا، هو مش لأنه سمي نفث لأنه بيكون فيه ريق، لشدته بيخرج ريق، مش هيك؟ لشدته بيخرج ريق. أما هي المسألة درجات، درجات. والعرب كانت تميز على فكرة، تلاحظوا مثلا درجات الغضب، غضبان، طب ما في أعلى منه الأسف مثلا، غضبان أسفة، في 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 درجات. الحزن درجات، الفرح درجات. ونفس الشيء هون عندي نفح ونفخ ونفث، ويكون النفث حسي ويكون النفث معنوي في عالم المعاني. أقصد مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل أن روح القدس نفث في إيش؟ روعي، أنه يعني لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وعجلها، فأجملوا في الطلب. إذن شو معنى نفث في روحه؟ هذه الصور نفث في روعه. وعلى فكرة في روع وفي روع، في روع في اللغة وفي روع. الروع الخوف لما منقول روعوا،
بس طبعا درجة من درجات الخوف، مش قلنا في درجات هي الروعة أكتر مش هيك؟ لما بروعوا هو بيخوفوا أقل من بروعوا، ففي روع وفي روع. الروع فلما سكت ذهب عنه الروع. إبراهيم الروع. عفوا هناك سكت عن موسى الغضب. إذن فلما ذهب عن إبراهيم الروع، لأنه مش نقز منهم، لأنهم يعني مجهولين إله وما مدوش إيديهم. أما الروع جواك، يعني من صور الوحي النفث في الروع، من صور الوحي. يعني أحيانا الوحي كان يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بصورة إنسان متشخص، أحيانا يأتيه بصورة كصلصلة الجرس في أذنه، أحيانا يأتيه بالإلقاء في الروع، يعني يجد الرسول المعاني واضحة في داخله، واضحة ويعلم أنها ألقيت المعاني. طيب الآن، ومن شر النفاثات في العقد. في العقد أولا التأنيف اللي ورد في النفاثات هو اللي ممكن جعل بعض أو كثير من العلماء يروح ذهنه للساحرات، مع أنه اليوم المشعوذين يعني والسحرة ما عادش أكثرهم من نسوان يعني، وزلام أكثر بشيك، واللي بنفثن بس يعني بس الإناث اللي ده، المشعوذين الرجال أكثر. طب فصيغة التأنيث نفاثات جعلهم يروحوا في اتجاه مثال الساحرات، لا مثال الساحرات، والساحرات نفث حسي إذا هن بيعملن. طيب وما تنزلت به الشياطين. طب الشياطين مذكر ولا مؤنث؟ طب هون شو في قوله تنزلت؟ أنث مش أنث؟ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، مش وما ينبغي لهن، بس قال تنزلت، تنزلت. هون مرات التأنيث بتم إما الكلام بده يكون عن النفوس، والنفس تؤنث، مش في نفوس شريرة ونفوس خيرة؟ هي النفوس الشريرة لذكر ولا لأنثى؟ لذكر أو أنثى. ومش في نفوس خيرة ذكور أو إناث؟ تؤنث النفوس ولا لا تؤنث؟ تؤنث. ومرات لما بيكون جماعات أيضا تؤنث. أيوة النفس اللوامة فتؤنث. إذا التأنيث هون إما بده يشير للنفوس أو بده يشير للجماعات. والتأنيث مرات على فكرة عند العرب التأنيث لإبراز الشر أكثر، فأنت بتقول أفعى، هذه أفعى، ما بتقولش هذا ثعبان عن الزلم. إذا بدك توصفه إنه يعني ماكر وكذا وتفاصيل، بقول هذا أفعى. إذن التأنيث هون نفاثات مشان ما نظلش محصورين في موضوع الساحرات اللي قال بعقد عقد بنفثن فيها. يعني احنا باقيين الاستعاذة بس من هالكلام هذا؟ لو لا، النفاثات في العقد. طيب كن قال لك انت لا تحط لي العقدة في المنشار، شو يعني؟ لا تعقد الامور، والله امور معقدة، والله هاي عقدة مبين. افهمها، بدينا نفهم عقد الان. وليش قالوا عقيدة؟ عقيدة لانه ايمانك بتعقده. ايش العقد؟ ايوه هون
انت بتستعيذ بالله من كل نفس شريره وكل جماعه شريره تزيد، لانه شو بتنفث؟ تنفث في العقد، يعني بتستغل وجود مشكله، فشو بتعمل؟ بتعقدها. ما هي اصلا العقده، المشكله عقده. هلقيت في نوعين من البشر، اذا بتلاحظوا في نوعين من البشر، نوع بيجي بيحاول يحل لك اياها، يحل لك، مش احنا بنقول بحل المشاكل، وفي ناس بيعقدوا المشاكل. فنحن نستعيذ بالله من النفوس الخبيثة والنفوس الشريرة اللي هي موجودة بتكون، التي دائما تستغل وجود مشاكل وعقد في الأفراد والمجتمعات فتنفث فيها. ولذلك قلنا لكم النفث أشد من النفخ، في عندك نفح ونفخ ونف. ولذلك مش بنقول فلان بيبقى يتكلم في كلام، بنقول قاعد بنفث سمه. بنفث سمه ليش؟ مشان يعقد المشكلة. ها؟ بنكون قاعدين بنحل المشكلة، كي انضرب له كلمة. يا ابن الحلال، إذا بدك ايش تكون محضر خير، بلاش تعقد الأمور. بلاش تعقد، ولا ما بنستخدمش في اللغة العربية هذا الكلام احنا؟ بنستخدمه ولا ما بنستخدمش؟ فنحن نستعيذ بالله من كل من ينفث، ومن النفوس الخبيثة والجماعات الأخبث التي تنفث في المشاكل على مستوى الفرد. ما هو حسب ضخامة المشكلة. إذا على مستوى وطن، إذا على مستوى وطن في نفاثات، في جماعات تنفث لتعقد، في ناس بيحلوا، في ناس بيعقدوا. طب ليش؟ هذه من أسرار الخلق. الكتل غنوش يستقل الليلة، ماشي، اللي في تونس، عم بقول في جماعات قاعدة بتمنع الإصلاح، وما صرحش مين هي، ما صرحش مين هي، بس لما جابوا بعض المحللين شو قالوا؟ إنه في من الناس اللي كانت مستفيدة من النظام وعارفة إنها راح تدفع ثمن أو تفقد مصالحها، صارت تدخل في مظاهرات الشباب وتعمل هي العنف والتفاصيل، ينفثون في العقد. يعني وين في مشكلة؟ فأوضح مثال الساعة قبل شوية، استقال الغنوشي تبع تونس. ليش؟ نتيجة النفثات في العقد. طب هذول ليش بينفذوا في العقد؟ ليش بيستغلوا المشكلة وبيزيدوا فيها وبيزيد؟ ما هو مش في النار برضو، لما واحد بده يشعل النار بيزيد من النفث. يعني عمركم واحد شفتوه بده يشعل النار بيعمل يعني هوا شوية يعني، ولا بيشعلها؟ لما بده يشعلها بده نفث، لما بده يشعل النار، نار الحقد ولا نار الخصومة ولا نار الكذا، ولا بده يزيد المشكلة وبده يعقد الأمور. موجودين هذول؟ أيوة موجودين هذول. أنتم بتتمنوا أنهم يكونوا مش موجودين؟ لا، هذول قانون من قوانين الله في الخلق. هذاك يوم القيامة مش راح تشوف وجوههم، يوم القيامة بتشوفهمش، لأنه هناك الصورة المثالية، هناك اللي لهون دار اختبار ودار ابتلاء وكذا وفي كبد وتفاصيل، وبالتالي راح يكونوا موجودين هذول النفاثين في العقد، على مستوى صغير، على مستوى صغير، وعلى مستوى أكبر، وعلى مستوى وطن، على مستوى وطن. ومن شر النفاثات في العقد، فأنت تستعيذ بالله من كل من يعمل على تأجيج المشاكل وتعقيد الأمور. ها؟